التقت كاميرا النشرة الفنية بالفنان المصري شريف رمزي وكشف لنا عن مستجداته بالفترة المقبلة، فلنتابع سؤال. عندي كذا مشروع الحقيقه، احنا دايما بنفتقد الورق الجيد، انا ودايما انا ببقى مقل جدا في اعمالي ان انا بستنى عمل جيد وعمل محترم وعمل زي ما تقول ايه متكامل. عندي فيلم بيكتب حاليا، فيلم ادفنتشر كوميدي في عالم افتراضي بيقول ماذا لو نهايه العالم في سنه 2020. نهايه العالم مش بمعنى اليوم القيامه، لا انا بقى نهايه العالم كون، يعني بنقول حاجه فكره خياليه ان في حاجه نيزك هيحصل انه هيعمل كذا، وبندعو الناس لانها تفكر وتشوف لو انت نهايه العالم انت عرفت انها بعد بكره او هي بعد كذا او في تاريخ معين هتعمل ايه، بطريقه ساخره وبطريقه كوميديه، ولكن فيلم يعني فيه حاجات دسمه كتير جدا جدا. وتحدث شريف عن اهميه الافلام القصيره وكم هي مؤثره بصناعه السينما بشكل عام. الفيلم القصير في حد ذاته ده فن كبير جدا جدا، وانا كنت حتى رافض فكره ان احنا نقارنه بالافلام الطويله او نشوف ان هو الفيلم القصير ده حاجه اقل من الفيلم الطويل، او ان مثلا لو الفيلم الطويل بيعملوه ابطال ونجوم فالفيلم القصير المفروض يعملوا وجوه جديده مثلا. بالعكس ده، يعني انت في النهايه الفيلم القصير هو فيلم موضوعه لا يحتمل انه يبقى فيلم طويل الا لو كان يحتمل يتقدم. في افلام قصيره كتير جدا مواضيعها من كتر ما هي بقت حلوه اتعملت قصيره واتعملت بعد كده كبيره فيرجن منها فيلم طويل. فدي صناعه او ده خط في صناعه السينما، شيء يعني لا ما ينفعش نستهين بيه وما ينفعش نقلل منه. بيعملوه بره في هوليوود وفي بوليوود، وافلام قصيره بتدخل مهرجانات وتاخد جوائز عن الافلام الطويله حتى. وبشوف ان هي لا تقل اهميه عن الافلام الطويله.